الجسر الذي يشهد توافد ملايين الحجاج من كل عام، ويشهد توافد الآلاف منهم استثنائياً للعام الثاني على التوالي. ما هي مساحته الكلية وطاقته الاستيعابية؟ وكيف سيتم إدارته للعام الثاني على التوالي في ظل حج استثنائي؟ جسر الجمرات في سطور. وثلاثون عاما شهدت تطورا في شكل منشأة الجمرات، حركة مغلقة وازدحام يحتضن ملايين الحجاج، حتى أصبحت الجمرات أصعب مناسك الحج. تحولت المنشأة إلى أبرز المشروعات في ميناء، حيث تتكون اليوم من 5 طوابق تتوفر بها جميع الخدمات المساندة لراحة ضيوف الرحمن، بما في ذلك نفق أرضي لنقل الحجاج يفصل حركة المركبات عن المنشأة. ويشتمل المشروع الذي تجاوزت تكلفته 4 مليارات ريال على 3 أنفاق وأعمال إنشائية، كما يشتمل على 11 مدخلا للجمرات و12 مخرجا في الاتجاهات 4، إضافة إلى تزويده بمهبط لطائرات مروحية لحالة الطوارئ، وأنفاق أرضية، ونظام تبريد متطور يضخ الرداد على الحجيج، مما يسهم في خفض درجة الحرارة إلى نحو 29 درجة مئوية. منشأة الجمرات واحدة من أهم مناطق المشاعر التي تشهد تطوراً ملحوظاً على مدار السنوات، واستعدادات دقيقة تسبق موسم كل عام. للحديث أكثر حول استعدادات هذه السنة نرحب بالأستاذ حاتم مؤمنة يعني إطلاعنا وإطلاع المشاهدين أكثر حول أهم الاستعدادات لموسم حج هذا العام. شكراً أخي منصور. بدأت الاستعدادات طبعاً في منشأة الجمرات لاستقبال حجاج موسم حج 42، بالتجهيز في البداية للمنشأة هذه مما ومكوناتها كاملة. منشأة الجمرات طبعاً تتسع بشكل كبير عن حجم الحجاج لهذا العام، بعد تحديد المناطق السكن مع الجهات ذات العلاقة في مشعر ميناء، والعمل معهم بتحديد المسارات لوصولهم للجمرات وإنهائهم بإذن الله أحد أهم أركان اللي هي مناسك الحج للحجاج. المنشأة ضخمة، تم يعني العمل على لها عناصر متعددة، سواء كانت من طبعا أدوار، من مصاعد، سلالم كهربائية، إضاءات، أجهزة مراقبة، ومن خلال غرفة التحكم والعمليات في المنشأة هذه بيتم العمل في مراقبة جميع العناصر اللي موجودة في المنشأة هذه. فالحمد لله انتهينا من التجهيز والتشغيل التجريبي استعدادا للموسم. طيب الآن أيضا للعام الثاني على التوالي ما في شك أنه فيه استعدادات استثنائية، بحكم أنه الحج لا زال استثنائي في ظل يعني جائحة كورونا. كيف تعملون اليوم لضبط كل هذه التفاصيل للخروج بموسم حج آمن؟ والله الحمد لله طبعا من خلال التخطيط المسبق هذا اللي دائما يساعد في سواء كان رفع كفاءة التشغيل. نحن في شركة كدانا مسؤولين عن إدارة الأصل وهو المنشأة هذه، فمن خلال التخطيط بتعرف أنت، وطبعا مع حجم الحجاج لهذه السنة وقلنا الاستثنائي مقارنة بالسنوات السابقة، بنقوم بالعمل مع حتى المقاولين اللي موجودين والجهات المشغلة بحيث نرفع كفاءة التشغيل، إيجاد الفرص اللي ممكن نستخدمها في خلال الموسم في المنشأة الكبيرة هذه اللي بتشيل 2.5 مليون اللي بيحجوا كانوا في السنوات السابقة. يعطيكم العافية، نتمنى لكم كل التوفيق. إبان جائحة كورونا المستجد، كان موسم الحج 1441 استثنائياً وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية جدولت فيها تفويج الحجيج أثناء أداء شعيرة رمي الجمرات.
جائحة كورونا التي عطلت العالم، أغلقت المدارس والمساجد وأوقفت كل مطارات العالم، إلا أن الحج لا يزال استثنائياً للعام الثاني على التوالي. من داخل منشأة الجمرات نرحب فيكم ورح نتعرف أكثر على الطاقة الاستيعابية ومساحة هذه المنشأة من خلال حديثنا مع المهندس هشام سعيد. حياكم الله جميعاً. الآن إحنا نتحدث من أمام منشأة ومفخر وطني عظيم، وهي منشأة جسر الجمرات. هذا الصرح الوطني العظيم نفتخر فيه كلنا الذي تم تطويره على مدى السنوات الماضية. لما نتكلم على جسر الجمرات، هذه المنشأة تقع على مساحة 200 ألف متر مربع. طول هذه المنشأة الآن حوالي 950 متر طولي، عرضها 80 متر. تستوعب في الأيام العادية قبل الجائحة ما يقارب 300 ألف رامي خلال الساعة الواحدة. فلك أن تتخيل حجم هذه المنشأة، عظامة هذا الصرح، وما مدى السبل والخدمات التي تعنى بضيف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات والحرص على راحته في هذه المنشأة العظيمة. نعم، الآن احنا أيضا للعام الثاني على التوالي على يعني مشارف دخول الحج. نتحدث عن حج أيضا استثنائي بأرقام محددة وفق إجراءات واحترازات محددة. طبعا كما يعلم الجميع، حج الاستثنائي لعام 1442 حدد بستين ألف حاج من مختلف جنسيات المقيمين في المملكة العربية السعودية وكذلك المواطنين. هذا العدد طبعا أتى بعد دراسات مستفيضة وعدة ورش ومحاور تمت مناقشتها، كان المرتكز الأساسي هو البروتوكول الصحي وكيف نضمن الحفاظ على صحة وسلامة وأمن الحجاج في هذا العام الاستثنائي في ظل الجائحة. أحد أهم نقاط الاتصال في رحلة الحاج هي تأدية شعيرة رمي الجمرات خلال أيام التشريق. لما نتكلم الآن على الخطة التشغيلية والآليات التنفيذية التي قامت وزارة الحج والعمرة بالمواءمة والتناغم مع جميع الجهات ذات الاختصاص، هذا العام عندنا أربع مناطق رئيسية ذات هوية بصرية محددة، وفي جداول تفويج محددة تراعي الطاقة الاستيعابية لجسر الجمرات في ظل تطبيق البروتوكولات الصحية، خصوصا في ظل أنه لازم أترك مسافة آمنة بين الحجاج، بتراعي الأوقات الزمنية، بتراعي الأيام في أيام التشريق اللي بيتم فيها الرمي من خلال هذه المنشأة. الطاقة الاستيعابية المحددة هذا العام لجسر الجمرات هو 6000 حاج في خلال الساعة الواحدة. طبعا لمراعاة تجويد الخدمة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، هنستخدم هذا العام طابقين من أصل 5 طوابق في جسر الجمرات. ففي مناطق معينة هتأتي من الخيام بناء على جداول التفويج يؤدوا الرمي من الدور الأرضي، وفي مناطق أخرى بناء على جداول التفويج والخطة التشغيلية هيكون رميها من الدور الثالث في الجمار. طبعا الرمي هذا السنة هيكون بطريقة استثنائية تراعي الإجراءات الصحية، كذلك عملية تجويد الخدمة. هتكون في أكياس للحصى معقمة مسبقا توزع للحجاج. فائدة هذه الأكياس المعدة مسبقا إنه الحاج عندما يواجه جسر الجمرات ويواجه الشاخص هيكون كل كيس في 7 حصوات، فبالتالي لن يشغل في عملية هل رمى أكثر من 7 أو رمى أقل من 7. يعطيكم العافية، نتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا لك. يودع ضيوف الرحمن هذه المنشأة الكبرى في ثالث أيام التشريق، يعودون إلى ديارهم وتبقى ذكريات المكان للأبد. إلى اللقاء.